بالنسبه كزياده جاز مش معقوله 130 مره واحده حرام. هي مش معقوله زياده جاز مش معقوله حرام بالنسبه لنا احنا. انت لما تيجي مثلا بالنسبه لنا احنا كزياده احنا نزودها احنا ما نعرفش هنزود قد ايه. ماشي كزياده الحكومه اللي هتزودها اكيد طبعا هتظلمنا اكيد طبعا مش هتزود الزياده اللي هي المطلوبه اللي هي تزيد. ايه رد فعل الزبون لما انت غليت الاوضه؟ يقول لك حزب الله نعمل وكيل فيك. يقول لك حزب الله نعمل وكيل فيك. انت اللي جيت السوق؟ الزبون بيقول لك حزب الله نعمل وكيل فيك. هتكلم مع كل ما الزبون تقوله الاجره مثلا الاجره غليت بيه مثلا نزودها ربع جنيه ولا حاجه مثلا. هي كانت الاجره بالنسبه لميدان لبنان لحد كوبري الخشب كانت بجنيه ونص اللي هي الطبيعي بتاعها في القديم قبل ما الجاز يغلى. دلوقتي الجاز لما غلي فاحنا عايزين نزود حتى ربع جنيه ولا حاجه. الزبون يقول لك ليه؟ قال ما انا بركب بجنيه ونص. سواء ساعات الزبون ينزل ساعات الزبون يقول لك لا حرام عليكم انتوا مش عارف ايه واحنا غصب عننا احنا هنعمل ايه؟ انا وانا جاي دلوقتي اول فرده كنت ارفعها على 2 جنيه يا جدعان بعد اذنكم الفرده الاجره 2 جنيه. لا حرام عليكم يا اسطى حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انتوا بتفتروا وانتوا بتغلوا. احنا بمساكنا غصب عننا بيغلى علينا الحاجه عشان كده بنضطر ان احنا نغلي الحاجه حرام. ربنا يرحمنا برحمته. بيزعل الزبون لو قلت الاجره زياده يبقى يقبل الاجره يقول لك الاجره زي زياده وبتاع وانا هنجيب منين وبتاع واتخانق مع السواقين. احنا تعبانين لازم نتكلم مع السواقين ان هو الزبون غصب عنه برضه. واحد مرتب 1200 جنيه قصده كانت دي مصرف المصاريف 20 جنيه. طب اروح اكل هو اخليه هو عياله. مفيش حد سامع اصلا انت عارف بقى الشعب بقى اما تضربه في ربع جنيه مش نص جنيه ما بالك بقى انت طول النهار بقى تتشهد كده في جاز وزيت وفلاتر وتيل ومصنعيه. كل الزياده اللي زادت دي على خرابنا احنا مش مصلحتنا. انا عشان اروح اعمل صيانه بدل ما كنت بعمل زيت ب 200 300 جنيه هتخش في ال 600 جنيه. ال 3 جنيه بتوعكم ولا النص جنيه بتاعك اذاني اكتر ما فادنيش لان انا هدفعه 100 مره على 100 حاجه. سيبك من العربيه على ما اجي مروح هيكون 100 حاجه غلط بسبب النص جنيه ده صح ولا لا؟ جاز نزل زياده والزبائن مش راضيه بالزياده تقول لك لا انت الزياده عليك انت مش علينا احنا. الجاز ازاي عليك انت مش علينا؟ طب يا عم طب ما هو الجاز علينا وعليك. يقول لك لا مالناش دعوه مالناش فيه احنا ده الزياده جايه على الجاز انت اللي شيلها. انا بعمل عملت لي 400 جنيه حاطط ب 150 جنيه جاز صفحتين. بعمل ب 400 جنيه انا بحط ب 150 جنيه صفحتين حق صفحتين. اخد ايه انا وصاحب العربيه ياخد ايه؟ ولو عطلت اروح اجيب لها استلف لها فلوس عشان اصلحها.